سؤال الآن إلى سعادة الأخ عبد الله بن مسلم الراسبي ممثل ولاية الكامل والوافي. حطك جالس بساعة. شكرا. شكرا سعادتك، أهلا وسهلا بمعالي الدكتور وزير الإسكان والتخطيط العمراني. أول شيء أنا أسألك سؤال شخصي، لماذا نظرتك السوداوية على أعضاء مجلس الشورى عندما يأتون لوزارة الإسكان وهي وزارة خدمية وتوصفهم بأن هؤلاء ليسوا من اقتصاصهم التشفعة للمواطنين والمواطن يتردد والمواطن سأم من التصريحات التي أنت الآن تتكلم فيها، ولكن شيء ملموس. نحن أعضاء مجلس الشورى ممثلين للشعب، لازم تؤمن بهذا الشيء إذا كان في شراكة ما بين الوزارة وما بين مجلس الشورى، ونحن الممثلين بناء على النظام الأساسي للدولة. إذا كان عندك تعليمات بهذا تنافي ذلك أفيدنا بها. ما هو رد معاليكم حول كثرة القضايا التي تعرض في المحاكم القضاء المختلفة؟ وهنا نود أن نشكر قضانا العادل المنصف الذي المواطن لم تنصفها وزارة الإسكان وانصفها القضاء، وعلى حسب ما عرفتي البسيطة في حدود 2000 قضية فقط في حدود مسقط، ناهيك عن الولايات، وهذا في قضايا ما منها سحب مواطنين وعدم تمكينهم من قبل قرار معاليكم، وأيضا إثبات الملك، وأيضا عدم السير في إجراءات التعويض وما شابه ذلك. المفروض الوزارة تأخذ هذا النقد بعين الاعتبار من إذا هي أصلا خدومة وتخدم المواطن. دعم معاليك دعم وتسهيل حصول المواطن على حقهم في الانتفاع من خلال برنامج اختر أرضك. عندنا في الكامل الوافي للأسف عرضوا عليه 3 مخططات وكلها مخططات مبذات المستوى، وأنا أستفسر المخططات أو الأراضي اللي موجودة في الجيوب التخطيطية المعتمدة لماذا لا تدرج في موضوع اختر أرضك لأن فيها اعتمادات. ثاني شيء الأراضي المتأثرة لماذا لا يوجد صلاحيات مع مدير العام من أجل أن ينظر ويجلس مع هذا المواطن ويعوضه التعويض العادل. الموازنة الموضوع الثاني المزايدة بعقود الانتفاع الذي الآن أنتم تأسسوا إلى طبقية في المجتمع ونحن كمواطنين نرفضها. ما حد يستفيد من هذه المزايدة بعقود الانتفاع إلا الرأسمالي. هل نحن عندنا الآن تأسس وزارتكم لطبقية فقيرة وطبقية غنية؟ هذا مواطن لحق وله طلبات قديمة، إنه السير في الإجراءات السابقة. معاليك التعيينات الأخيرة التي تم بموافقتك تعيينات كثيرة لم تخضع لقانون الخدمة المدنية ولا تحقق أيضا الطموح الذي نحن كنا نتمناه، وأيضا استقصت الموظفين وزارتكم استقصت الموظفين ذوي الخبرة سابقا وخلتهم وأجبرتهم أن يتقاعدوا. هذا الكلام ما يجوز في حق مواطن. هذا الشيء نحن أمام قسم، ونسألك الرأفة بالموظفين في الإسكان الذين خدموا 20 سنة و30 سنة، وكل مخطئ يتحمل عقابه. معاليك من المساعدات الإسكانية تكلمنا عنها من 2011 إلى متى؟ رد علينا رد واضح. موضوع الأراضي الإسكان للنساء أعطينا رد مقنع. هل الوزارة سوف تعطي بدون شباك الرجل مع الزوجة أو هذه مواطنة وأوامر سابقة موجودة؟ معاليك موضوع سأم المواطن من كثرة التصريحات، نريد شيء واقع يرتاح لهذا المواطن. معاليك الإدارة مختلفة عن التخطيط. هل أنت مهندس أو أنت إداري؟ هل أنت كوزير لديك ممكنات أن تجلس مع المواطنين وترعاهم وتنظر في قضاياهم وتوجد لها حل، ولا كلامك الذي حصلوك كثير من الأعضاء في الممر ما عندك قابلية تجلس مع الأعضاء، ما عندك قابلية تجلس مع المواطنين؟ عدة زيارات زرت المناطق للأسف معاليك، المواطن كان يريد يتكلم معك قال لك همومه، ولكن للأسف أنا بجيكم همك مختلف عن الواقع. أنا برجع الموضوع اللي تطرق فيه الأخ سعيد،
موضوع التكسير اللي صار في وزارة الأسكان، مليون وشيء تقريبا ما حصل. أنت تعرف أن هذه الوزارة أشرف عليها جلال سلطان قابوس بن سعيد رحمة الله عليه سابقا، وأشرف عليها بكل ما تعنيه من كلمة، والمبلغ هذا الذي أنتم الآن خسرتوه على هذا الموضوع، لو تم عمل مبنى ثاني جنب الوزارة سوف يخدم هذا، وتقعد هذه يعني ذكرى لهذا الرجل الذي أشرف من يوم تأسيسه إلى الآن. معالي الوزير، نحن ناصحين معك مش ضدك، ولم بيننا خلاف، ولكن أعتقد نظرية شكرا جزيلا سعادة الأخ عبد الله، وشكرا أيضا على وضوحك وعلى هذه النصائح وتقبلها بصدر رحب. واجب عليكم نصيحة وواجب علي الاستماع أيضا كذلك. المواضيع كثيرة، ولكن النظرة أيضا مثل ما ذكرت أنت نظرة سوداوية لمجمل هذه القضايا، لا بد أيضا نكون يعني منصفين وواقعيين فيها. ببدأ يعني في بعض يعني المواضيع المهمة، وهذا موضوع جديد لم يتم طرحه إلى حد الآن، كثرة القضايا على الوزارة. حقيقة أنا أعترف أن هذه الوزارة من أكثر الوزارات التي ترفع عليها قضايا، وهذا هو يعني سبب من وجود أولوية اسمها أولوية الحوكمة والتشريعات، وسبب كبير من وجود أيضا صلاحيات للمدراء العموم، صلاحيات شاملة حتى لا يهضم المواطن حقه، وتكون الإجراءات والسياسات واللوائح واضحة وتطبق على الجميع على حد سواء. لكن هل هذه القضايا كلها الوزارة تخسرها؟ لا، تقريبا 80%، والرقم يتغير بحسب الـ يعني الـ الوقت، 80% الوزارة تكسبها، ولا نعتبره كسب في نهاية المطاف، لأن المواطن هو الأولى أن يحصل على حقه من غير ما يحتاج أنه يروح إلى يعني إلى رفع قضية على هذه الوزارة، ويبقى هو عنده هذا الحق متى ما رأى في حتمية الرجوع إلى القضاء في هذا الجانب. ونآمن يعني بوجود قضاء يعني ناجز في هذا الموضوع. هذه الأرقام محتاجين نحن إلى تخفيضها، ما يعني نتفاخر، وأيضا مع الطاقم القانوني في هذه الوزارة نسعى إلى تقليص هذه القضايا بشكل مباشر، لكن يعني هو أيضا أمر لابد أن نتعامل معه بكل وضوح. كثير من القضايا ليست ضد الوزارة مباشرة، ولكن أيضا ربما بعض بين المواطنين بنفسهم والوزارة تكون وسط في هذا الجانب. القوانين التي سوف تساعد في هذا بالأخص قانون التخطيط العمراني، ما يوجد قانون للتخطيط العمراني، ممكن هناك ممارسات أو لوائح أو أدلة، ولكن مع وجود قانون سيكون إن شاء الله يساعد على تقليص هذا الأمر بشكل كبير. إجراءات التعويض، طبعاً أنا أوضح لكم يعني عملنا رصد لمتطلبات التعويض في هذه الوزارة، عددها كبير جداً، وأيضاً بعضها عالق يعني من سنين كثيرة، بعضها من أكثر من 10 سنوات. هل هي عالقة في الوزارة ما تريد تعوض؟ لا، ما بالضرورة، يعني ربما الوزارة بادرت إلى إعطاء التعويض المناسب، ولكن يبقى رأي للمواطن في قبوله من هذا التعويض. وهناك أيضا بعض القضايا ربما سعادتك أنت على علم فيها، يأتي يعني طلب التعويض مثلا في محافظة الشرقية، ولكن صاحب الطلب يصر على التعويض في محافظة مسقط. أيضا هذا الأمر ما نقدر نحن يعني نماري فيه، لابد من وجود آلية تخرج عن يعني الإجراءات اللي تأخذ منها محسوبية أو ما فيها شفافية ونزاهة. نؤطر لهذا العمل، وعندنا لجنة للتعويضات المركزية أسسناها الآن في الفترة الماضية تساعد في الدفع بهذه الجوانب، وإن شاء الله ينجز كثير من هذه التعويضات. هذه من الملفات والتراكمات الثقيلة. بعد ما خلص بقت النقطة الأخيرة، يعني علاقتنا مع المواطنين. نحن الحمد لله يعني أساساً جئنا من هذا المجتمع، جئنا من هذا الوطن يعني، وواجب علينا ودور كبير من أدوارنا كلنا في الوزارة، ليس فقط الوزيرة والوكيل، في الجلوس مع المواطنين، ويعني جولاتنا الميدانية كثيرة، ما نقول إنها موفية يعني المستوى المطلوب، لكن أنا شخصياً يعني ما كنت في قطاع في هذه الوزارة في الأساس ولا في العمل الحكومي، ولكن حاولت بقدر كبير أن ألم بكل متطلبات يعني فهمي للمناطق كلها، يعني ممكن
هناك ولايات قليلة اللي لم أصل إليها، يمكن أذكرها على سبيل المثال ولاية هيمة، وجلسنا قبل أسبوع مع أصحاب السعادة أعضاء من المحافظة، وإن شاء الله نسعى أن نصل إلى هذه المناطق. واجبنا أن نجلس مع المواطنين. بنفسي في مكتبي أعمل يعني ورش أو لقاءات دورية مع كافة الشرائح، بعضها أنتوا حضرتوا فيها وبعضها يعني أعضاء آخرين من الوزارة. يعني في كلامك بالأخص لما تقول يعني عن جلوسي مع أعضاء مجلس الشورى، أنا بابي مفتوح. زين، نجلس في لقاءات دورية متكاملة، نتكلم عن المواضيع العامة، ولكن إذا كان يعني اللقاء سيتمحور فقط حول مواضيع شخصية فأعتقد هذا له مجراه، يعني ما بالضرورة العمل عليه بشكل كامل. شكرا جزيلا. شكرا معاليك. أنا أتكلم عن مواضيع، أنت الآن ربطت المواضيع شخصنا. أنا إذا كان بالإمكان مجلس الوزراء يسمح لي أن أكون في السجل العقاري لأؤكد بأن في أراضي نقلت من ظفار حتى مسقط والعكس كذلك، وأنا اشتغلت في جهاز الشرطة تقريبا 15 سنة، ومن ضمن عملي اشتغلت حتى في السجل العقاري لأبين كثير من التعليمات تم نقلها حتى إلى البحر وفي سواحل عمان كثير. موضوع ثاني، القضايا أنتم كبتوا المواطن عندما عنده يدفع للمحامين، وكان الأقدر بأنكم أنتم تجلسوا كفريق عمل. اليوم أنا مستغرب، يعني أنت معاليك جايب لي المدراء العموم والخبرات اللي موجودة معك، ما تقدر نفس هذه المجموعة اللي معك تعمل فرق عمل تمسك لك جنوب الشرقية على سبيل المثال وتمسك الملفات وفي خبرات. أنا أقول لك إذا بغيتني أختار لك من الخبرات الموجودة مدراء عموم موجودين عندك، مدراء عموم كفاءة ولهم باع طويل في هذا الجانب. الإثبات الملك كذلك في قضايا عندك، الأقدر بأنك أنت هذه الورش اللي تعملها في الوزارة تعملها داخل المديريات وتنهي المشاكل اللي يعاني فيها المواطن. في ولاية الكامل وفي 5 مخططات وضعت واختر أرضك في موقع لا في خدمات، وللعلم المواطن يتردد من الأخطاء السابقة من هذا المعقول. ما معقول أنتوا الآن تقولوا بأنكم تريدوا تعملوا نقلة نوعية، نقلة نوعية الشخص ساكن في منطقة الكامل أنت تعطيه في السبت وسيك أو تعطيه في طوي عاشة أو تعطيه أرض تقول له تعال بعد 7 سنوات تعال حين يسحب أرض يسحب أرض تطلع متأثرة. ما عليك، ما يستوي هذا الكلام. لو نحن اليوم نقيم، وأنا أطلب من الأمانة يعمل تقييم هذه الجلسة مدى رضا أعضاء مجلس الشورى فقط عن دور وزارة الأسكان، أنا أعتقد تلقى أقل عن 30%. فأتمنى نحن ناصحين معك، والله ما نريد إلا أن وزارة الأسكان والمواطن راضي. المواطن تعب من كثر ما يتردد على العضو، والعضو ينهان في وزارة الأسكان وينهان من السكرتي. معالي الوزير ممنوع يدخل العضو إلى وزارة الأسكان، معالي الوزير الوكيل لا يقابل. شكرا، شكرا جزيلا سعادة. يعني وانا اشكرك شخصيا على هذه الملاحظات وايضا على هذه النصائح، واتمنى اذا بالامكان يعني مجمل هذه المواضيع التي ذكرتها كتحديات تكتب ورقة عمل بسيطة بالشكل التي تراه مناسب، على سبيل المثال في قضية القضايا او في اثبات الملك او فيما يتعلق ب ولاية الكامل والوافي، تعطينا مقترحاتك بشكل يعني مباشر، وإن شاء الله نأخذها وندرسها ونقوم على تنفيذها متى ما كانت يعني مناسبة للتنفيذ. شكرا جزيلا.